قال رحمه الله تعالى: القاعدة الأولى في كيفية تلقي التفسير. نعم، الله سبحانه وتعالى يقول الشيخ عبد الوهاب الناصر السعدي رحمه الله تعالى قال: وأتوا البيوت من أبوابها. فلا بد أن يتلقى العبد التفسير، أي تفسير كتاب الله تبارك وتعالى، على أنه كتاب هداية، على أنه كتاب يجب أن يعمل بما فيه، كتاب يسترشد فيه، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم من الإيمان والعمل والاعتقاد. والأمر كما قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما نقل عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نقله عنهم أبو عبد الرحمن السلمي، أنهم ما كانوا يتجاوزون 10 آيات يعني في الحفظ حتى يعملوا بما فيها. فهكذا يجب تلقي التفسير، على أنه كتاب هداية، يفسر القرآن بحيث يستفيد منه في حياته، يمارس هذا في حياته، ويستغني أثناء قراءته عن التكلفات، ويهتم بمعرفة العقيدة، لأن القرآن في النهاية كتاب عقيدة من كل جوانبه، ويأخذ يستلهم من القرآن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، بل ويفهم سيرة النبي من القرآن، ويوظف القرآن أو يوظف السيرة لفهم أيضا كتاب الله تبارك وتعالى، فيزاول العلم والعمل والاعتقاد في أثناء قراءته لكتاب الله تبارك وتعالى، ثم يتخلق بالأخلاق التي أمر الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز، ويبتعد عن الأخلاق الذميمة التي نهى الله تبارك وتعالى عنها، يأتمر بما أمر الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم، ينتهي عما نهى عنه الله جل وعلا في كتابه العظيم، وهكذا. فيكون القرآن نبراس حياة بالنسبة له، لا مجرد قراءة يقرأ كتاب الله تبارك وتعالى ثم يقول الصفحة التي بعدها، وإنما يقرأ كتاب الله تبارك وتعالى أنه يمارس حياتيا في يومه. هكذا يقول يجب أن يتلقى تفسير كتاب الله جل في علاه. نعم.